القاعدة الخامسة من قواعد إيش؟ تبرك. البركة ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة. البركة ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة. البركة ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. يا إخواني انتبهوا لما أقول. لقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من التصرفات، فكانوا يتبركون بنخامته وريقه، وكانوا يتبركون بشعره وثيابه، وكانوا يتبركون بوضوئه وفضل طعامه، أليس كذلك؟ طيب، هل كانوا يفعلون هذه التصرفات مع أبي بكر مع أن أبا بكر فيه بركة؟ الجواب لا. إذا رسول الله فيه بركة وأبو بكر فيه بركة، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ لماذا الصحابة كانوا يتصرفون بهذه التصرفات في بركة رسول الله ولم يكونوا يتصرفون بها في بركة أبي بكر؟ دل ذلك على أن البركة التي حلت في رسول الله وخلقها الله هي البركة الذاتية المنتقلة، وهي البركة التي إذا مسها شيء انتقلت إليه، فأي ثوب يمس جسد رسول الله فإن البركة تبقى فيه، وأي نخامة يخرجها رسول الله ففيها بركة، وأي ماء تمسه يد رسول الله ففيه. إذن البركة التي خلقها الله في رسوله هي البركة الذاتية المنتقلة. طيب، والبركة التي خلقها الله في أبي بكر هي البركة المعنوية اللازمة. ولذلك لما كان الصحابة يظنون الانتقال في بركة رسول الله كانوا يطلبونها بالانتقال، ولما كانوا يظنون أن البركة التي في أبي بكر هي البركة المعنوية لازم، ما كانوا يفعلون كذا. إذن قسم العلماء البركة إلى بركتين، بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازم. اسمعوا ما أقوله الآن، ليس ثمة عين بركتها ذاتية منتقلة إلا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع البشر من أهل الإيمان، جميع أهل الإيمان والإسلام، فكل مسلم فيه بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فكل مسلم فيه بركة، وتتفاوت بركاتنا على حسب صفاء العقيدة وصحة العمل والإيمان، فأعظمنا بركة أعظمنا تقوى وإيمانا وعقيدة صافية صحيحة. لكن بركة جميع الأهل الإيمان أي نوع؟ معنوية لازمة. إيش معنى معنوية لازمة؟ يعني إياك أن تظن أنها ستنتقل في مخاط، ولا بتنتقل في لعاب، ولا بتنتقل في ماء، ولا بتنتقل في طهارة، ولا بتنتقل في ثياب. لا، تلك بركة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ بركة ماء زمزم، لو مثلا عندك ماء زمزم وغطست يدك فيها ثم مسحتها، هل تحل البركة؟ الجواب لا. ولذلك بعض الناس تجد يغسل ثيابه بماء زمزم، ويغسل بيته بماء زمزم، ويغسل سيارته بماء زمزم، بل ربما يعبي الأداتر ماء زمزم عشان السيارة تحل بها البركة. يا حبيبي هذه ما تنتقل، ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم بس، وأما لما شرب له ففيه نظر الحديث. لكن أقول اشربه للنفع المتصل. وأنا أذكر أن واحد من الإخوان كان أحد إخوانه مسجون ويقول أنا أشرب ماء زمزم بنية التفريج عن أخي في السجن. قلت لا، ماء زمزم للنفع المتصل بك أنت، هم في النفع المنفصل، تشرب لحافظة، تشرب لشفاء، تشرب لشبع، لكن تشرب لمصلحة لغيرك لا. ففوائد ماء زمزم في النفع المتصل للمنفصل. فإذا ماء زمزم بركته معنوية. طيب المصحف، أعطني مصحف، أعطني مصحف بدون ما تقوم. المهم المصحف بركته إيش؟ بركة إيش؟ ذاتية؟ أجل بمسح المصحف وتنتقل لي؟ جواب لا، الجواب معنوية. بركة في قراءتي وتضعيف الأجور والهداية والاستشفاء به والتحاكم إليه ونزول البركات من الله والخيرات والعطايا، لكن هو في ذاته بركة معنوية. إذن الخلط، الخلط يا شباب، الخلط هو الذي أوجب. ولا أنا أكتب في رسالة ذا اليومين، وهي أن سبب البدع كلها يرجع إلى أصله، يا تفريق بين متماثلات ولا جمع بين مختلفات. سبب البدع هالأصلين هذه.